هاي الإيغلو ملجأ للسكان الأصليين بأقصى شمال كندا وممكن يكون مصنوع من الحجر أو الخشب كمان. أصل الكلمة بيعني الملجأ بلغة الإنويت وكان يستعمل بشكل مؤقت خلال رحلات الصيد. الحرارة داخل الإيغلو بتكون عادة مرتفعة لأنه التلج والجليد بيعزلوا الحرارة يلي بينتجها جسم الإنسان وبيحفظوها بقلب الإيغلو. وحتى لو الحرارة بالخارج كانت 40 تحت الصفر فالحرارة بقلب الإيغلو ممكن توصل ل 15 درجة. مدخل الإيغلو بيكون عادة تحت الأرض وضيق ليحفظ الحرارة المرتفعة، ومع أنه بيبين كتير صغير وإنما ممكن لشخص بالغ يوقف بطريقة مريحة داخل الإيغلو. مين قال أنه بسبب تماسك التلج عدد كبير من البيوت الجليدية بيقدر يصمد بوجه الأعاصير؟ أنا قال، بشوفكم بكرة.